لدي الكثير من الواجبات المدرسية، وددت لو أن مرض السكري يختفي تماماً. أود أن أكون طبيعياً، آكل كل ما أريد، لا أضطر إلى فحص مستوى السكري لدي. بني، أنا أعلم أن بعض الأيام ليست سهلة. مرض السكري هو مسؤولية كبيرة، لكن بإدارته بشكل صحيح يمكنك أن تعيش حياة طبيعية. لا يوجد وقت لأحلام اليقظة أو الشفقة على النفس. عليك أن تقوم بالتحكم في سلوكك، وليس مرض السكري فقط. سيكون لديك هذه الحالة مدى الحياة إلى أن يكتشف له علاج. يقول الطبيب إنني شفيت، لقد ذهب المرض. أنا لم أعد مريضاً بالسكري من النوع الأول. أنا حر. هل تود مساعدتي في هذا؟ بالتأكيد يسمح لك، لا تحتاج إلى فحص السكري ربما. لا حاجة لذلك، لقد شفيت. ماذا حدث؟ أنا؟ لا شيء يا أمي. مجموعة أدوات اختبار السكر، تمام. قلم الإنسولين، تمام. عصير الفاكهة، تمام. السندويشات، تمام. الواجب المنزلي، تمام. سأقوم بفحص السكر قبل المدرسة فقط. جيد، لقد قمت بتذكيره. لا، فعل ذلك كله بنفسه. في المستوى المطلوب تماماً. أبي، لا أحتاج إلى التذكير. حسناً، أعلم أن مرض السكري من النوع الأول هو أمر خطير وحالة قد تستمر مدى الحياة. هيا يا أبي، أريد أن أذهب هناك مبكراً. شكراً على الغداء يا أمي.